السلام عليكم. موقع شوف تطوان كيستضيف مصطفى المنصوري. مصطفى المنصوري بغى اليوم يوضع بعض النقط على الحروف بخصوص الفيديو السابق اللي كيتكلم على الصحراء المغربية وبالضبط مدينة الدخلة. السلام عليكم. لابوز ديال بوبلو مدينة سبتة. بغينا نوضع شي نقاط على الحروف. انا مشيت للصحراء سيدنا الخطبه ديالو الاخيره ديال عيد العرش الله ينصرو، دواء على سيدنا، دواء على محاربه الفساد. انا خصني نقول إخواني الصحراويين من الداخلة ومن العيون ومن السمارة والذهب، المهم الصحراء المغربية كاملة، بغيت نصيفط لهم واحد الميساج من هنا ونقول لهم غتسمحوا لي بزاف إذا خلقت لكم مشكل في الصحراء ونطوا في صراع مع بعضكم. أنا هذاك ما كانش الهدف ديالي، الهدف ديالي ما خصنيش الإخوان الصحراويين بينهم الحاج الشيخ سالم بينهم موقع دخلة نيو اللي نادو كيقولوا بأن جاء شخص من مدينة سبتة جا خلقنا مشاكل في الدخلة ولا الدخلة غنية التعريف. طبعا الدخلة والصحراء بكاملة والصحراء وبكامله غنية التعريف. نقول سمحوا لي بزاف ولا درت شي غلط، ومن هنايا نقدر نقول لكم بان انا بصفتي انا منصوري مصطفى كنحس براسي مغربي، حيت الاصل ديالي ديال جدودي ديال والدي ديالي مغاربه، وانا هاد الدوله هادي كنحس بها داخل ماشي برا، كنموت على هاد الدوله هادي. هنا تجبدوا شي ناس بحال الحاج صلوح الجماني مع الاخوان يمكن مترابطين بالبلدية، تبدو أشخاص اللي ما عندهم علاقة بيا أنا في القضية ديال الفيديو، ولكن باش نريد أنا مشاكل ما بين الأحزاب ما بين البلدية والولاية ما بين السيد الوالي والسيد رئيس بلدية الداخلة السي صلوح الجماني، لا هادشي ما كاين والو منه. العروق ديالي وشدودي ماشي تيزيوسلي اكنول متسناي ريفي او عروبي او سوسي او جبلي، احنا او صحراوي، احنا كلنا خوت. ديك الترحيب اللي رحبوا بيا ديك الناس في الداخلة وفرحوا بيا الله يجزيهم بخير، اليوم صباح عار ديرت عار انا في الداخلة. علاش؟ كنحس براسي ماشي حيت ملي دخلت في هذا الموقع كنجبر بان السيد كيبغي خوه، وهذه قضيه سياسيه قضيه ديال الاحزاب، ما نذكر حتى شي حزب، ولكن حشومه عار حرام باش هاد الناس ينوضوا يبوخوا هاد الاخوان هاد ديال البلديه ويقولوا بان هذيك الناس استعملوني وجابوني من سبته باش انا نبوخ شي شخص اخر. ما كاينه شي، انا ما كيستعملني حد. انا بديت في شهر 9/10 العام الماضي 2016 في هذه المعركه، هذه المعركه في سبتة سميتها لابوز ديال بوبلو، ويمكن تدخلوا في الفيسبوك غادي تلقاو الفيديوز ديالي، وديما كنركز على المغاربه اخواني المغاربه الناس ضعفاء. ديما انا الخدمة ديالي كانت على الحدود المغربية الإسبانية، ديك المناكب اللي وقع لنا تما راه ما شاء الله. ومشيت للداخلة، مشيت للأمور ديال العمل مع شي إسباني، والمهم وقعت كونتاكت مع شي ناس، واحد القهوة شبان، وأنا جالس كنتقهوى، كنمشي نحقهوى عجبتني على البحر، كنتقهوى، تحصلت على شي أمور تما، ولكن نعاود نقولها راح إخوان ديال الصحراء وناس كرماء ناس ديال الدين
الناس اللي ما فحال اللي قالت سيدادة بان الصحراء راه دخله راه غاليه على التعريف. طبعا انا الهدف ديالي كان اللي كنت ماجي ودرت واحد الفيديو قلت بان ملي غادي نوصل السبته غادي ندعي خوتي السبتاويين كانوا اسبانيول او مغاربه باش يمشيو يزوروا الدخله. راه واحد المنطقه خلابه، واحد المنطقه اللي ضروري خصها دفع من طرف وزاره السياحه. علاش؟ المنطقه اللي غدا يمكن تكون بحال كناريس واحسن من كناريس ما شاء الله. حتى انا قلت لكم بان جيت من ديك المنطقه وجيت فرحان بزاف ومسرور على الناس اللي تعرفت عليهم في المنطقه. والسلام عليكم.